خوتي خواتاتي، السلام عليكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في الفيديو الجديد، ومرحبا بكم في القناة ديالتي مسلم عبد الكريم. ومرحبا بكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وراه كنشكركم بزاف على ديك التعاليق اللي كتكتبوا لي وكتخليوا لي. غير اللي مازال ما اشتركش في القناة اشترك معنا واضغط على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم، واليوم راه عندنا لكم الجديد كيف ديما أرى برا. هاد فارس احلامك هذا حق الله العظيم تعيب وحشوم عليه، واخا يكون جاي على عودة عرجه وما غيتعطرش حتى طيله. هاد المرأة كبيرة مريضة، هزها ولدها داها الطبيب، هو يقول ليها الطبيب ادواك ساهل ماهل، يا اما تاكلي كل نهار 50 غرام ديال الزبدة، يا اما تزوجي بواحد في عمره 30 سنة. ملي سالات رجعها ولدها للدار، هو يقول ليها شنو هو اللي ساهل ليك، واش تزوجي ولا تاكلي الزبده؟ وهي تقول ليه والله يا وليدي الله على ناسنا اللي باقين ديال الزبده. هذا واحد الشفار دخل للدار، هو يكتف المراه، وقال الراجل قال لي جبد لي الفلوس والذهب. الراجل بدا يبكي، قال لي خود الفلوس خود الذهب وغير طلق لي المراه. قال لي شفتك كتبكي، ياك ما كتبغيها وكتموت عليها، باين انت كتبغي مراتك مزيان. قال لي لا لا، غير سربت لقها، راه مراتي ما بقى لها نص ساعه وترجع من الخدمه. دي وحده قالت لامها، قالت ليها زوجي لا يغازلني الا عندما اكون اغسل الاواني. قالت ليها هذاك راه مولف الخدامات والحرام. هذه واحد المراه عيطت لراجلها في التليفون وقالت ليه اليوم راه عيد زواجنا، كيفاش بغيت نحتفلوا؟ قال ليها فتح البوطه وسد الشراجه مزيان وشعلي الشمع على منجي. الام المغربيه واخا يدخل عليها الشفار ديال الدار تعمر لي اتاي وتجلس تشكي عليه، تقول لي الدريه بنتي ما كتشقى ما كتجفف ما كتطيب ما كتعاونني مقابله عداك المشقوف ديال التليفون. الفرمليه عباد الله في البريفي كتعامل معاك بحال الا جاي تخطبها، وفي السبيطار ديال الدوله كتعامل معاك بحال الا مطلقها بلا نفقه. عيط ليها قال ليها ملي تفارقت معاك تهنيت، قالت ليه انا راني تهنيت وارتاحيت وتزوجت، تعالى وليدي المهدي قول عمو تفوق. هاد البنت مصوره غير السيقان ديال رجليها وليحت تصويره في الفيسبوك. انا فاش كنبغيو نبدلو البوطه كنشعلو فيها بريكه باش الا تفرقعات وقاتلاتنا عاد نعرفو راه باللي خاصها الجلده. هذا واحد خاينه بغى يتزوج وما قدرش يقولها لدارهم، احشم امشى شرا مايوس وتيامات، خلاهم تجمعوا قدام الطبلق، هو يلوحهم ليهم وقال لهم هادو بغيتهم عامرين. الراجل المغربي يدير بحال الويفي، عندما تقتربين منه يرتبط بك، وعندما تبتعدين عنه يبدا بالبحث عن اجهزه اخرى. لذلك يجب على كل بنت تنتبه للموديم ديالها. هادي واحد المرأة قالت لبنتها تزوجي بولد عمتك راه عدو الفلوس بزاف. قالت ليها لا ماما، راه ما كيصليش وما كيامنش بالجنة نهائيا. قالت ليها بنتي غتزوجي بيه ووريها ليه في الدنيا قبل الآخرة. هادشي علاش ابليس كيزيد السوي عند العيالات. واحد خينا بغى يعيط لخطيبته وجاوبات امها، قال ليها صباح العسل، قالت لي العسل باقي راقد معاك النحله شخصيا. هذيك اللي كدير براسها ما قادراش تجري وكتبغي تبين لينا باللي هي خاطره بالانوثه، غتلاق عليها شي كلب حق الله العظيم تتسبق عويطه. بنتي المغربيه ملي كتركب في الطاكسي اول حاجه كتجي في دماغها هو كيفاش تضرب الشيفور وتهرس الجاج باش ما يهربش بها الا بغى يخطفها. اتعيش في دبي تربح الدنيا، اتعيش في مكه اتربح الاخره، اتعيش في المغرب حق الله العظيم لا دنيا لا اخره. دابا تخيلي معايا، تخيلي معايا في ليله الدخله ديالك يقول لك راجلك انا ما عنديش مع داك الشيء. هادي واحد خيتي مشى تدوز للبيرمي، جالس حداها المونيتور سير كيعلم فيها، قالت لي دابا الا هزيت رجلي على الكسيراتور اش غادي يطرى؟ قال لها غتسكت الطوموبيله. وقالت لي الا هزيت رجلي الاخرى على اللومبرياج؟ قال لها غتسكت. قالت لي الا هزيتهم بجوج؟ قال لها غادي تاخذوا البيرمي درك. واحد الصيني زار 129 دوله حول العالم بدراجته الناريه، ولما وصل الى المغرب سرقوها ليه
وانتهت الرحلة. المرأة المغربية فاش كتدخل شي محل كتقول لي صوب معانا راه ديما كنجوع عندك، وملي كتبغي تخلصو كتقول لي ونقص نقص شوية راه أول مرة غادي نجوع عندك. زعما وراء كل رجل ناجح امرأة، فإذا أردت المزيد من النجاح فعليك بالمزيد من النساء. وهي تقول لهم كي جيتكم كتبت لها كومونتير قلت لها وكرعين ومعدك يا زويدة، وهي تبلوكيني ما عرفتش علاش. 2019 التجنيد الإجباري، 2020 الحجر الإجباري، 2021 التلقيح الإجباري، 2022 الموت الجماعي. واحد خيتي ديك النار في رمضان بالت لي لابسه واحد الميني، قلت لها راه عيب عليك حشومه تخرجي بحال هكا يا والناس صايمه، قالت لي راه قال لي الامام ديال الجامع خاصك تفطري 60 مسكين. هذا واحد خيني عيط للبوليس قال لهم جيو درك لحقاش كان واحد العصابه هز السيوفه والجناوه والمقدات وسيرين كيفرشخوا في عباد الله والدمايات، وكاين اللي هز الفراده هما يقولوا لي فينا بلاصه بالضبط، قال لي في ام بي سي 2. هذا واحد خينا قاري بزاف وكيموت على شي حاجه سميتها اللغه العربيه. واحد النهار مشى عند صاحبو للدار كيدق عليه، هو يخرج ليه خو صاحبو، هو يقول ليه باللغه العربيه هل اخوك اخيك اخاك هنا، هو يقول ليه لا لولي. واحد البنت في عمرها 14 سنه وفيها جوج عضومه وكاس ديال الدم، لقيتها كاتبه في الفيسبوك ايها الايام ابقوا غسوا ذنير وسير يا بنيتي ترى حياتك في غدو جيجا. هذا واحد الراجل سول مرتو قال ليها من الأقرب إلى قلبي، فابتسمت وقالت له بخجل لا أعرف، هو يقول لها الري الله يعطيك مصيبة انت خايبة وزايدة هدا بالكلاخ. والمغربي كيعجز ما يقدش نوضت في الدو، كيشير عليه بالمخدة وكيطفق وكطيح المخدة وينوض يجيب المخدة. هداك اللي كان تيقول لصحيبتو غادي نبيع الدنيا على قبلك، على حنا بالسلامه فين غادي نعيشوا هادشي عنيبه. انا راه من داك الجيل اللي وقف قدام الشمس وتقابل معاها وقال لي هاكي سنه الحمار واعطيني سنه الغزال. هذا واحد خينا مبوق مراته ولدت لي توام، غاب الفرحه ويقول الطبيب قال لي والله العظيم تتاخذ واحد. واحد في الطوبيس شاف واحد خيتي شافت فيه اضحك ليها ضحكت لي اغمزها غمزاته امشى لعندها، هو يقول لها نزلي في البلاك هالجيه، نزلت في البلاك هو يجلس في بلاصه. او واحد الجنرال جالس مع صحيبته حدا البحر اشويه وهما بانوا ليه مخازنيه، علق وخلى السيده بوحديتها. من بعد تلاقات بي قالت لي ياك لاباس علاش شفتي المخازنيه وهربتي، علاش ما قلتيش لي بلي ترك جنرال؟ قال لا المخازنيه تا كيشبعوك زرواطه عاد باش كيسولوك شكون انت. قد ما تزاد العدد ديال الناس اللي كيكرهوك فاعلم انك انت اصلا انسان مكروه، الموضوع ما عنده حتى شي علاقه بالنجاح.